نقدم أغلى التهاني لأهالي الشهداء ولذويهم بما قدموا من أبطال في معركة تحرير معسكر وادي الضيف، لأنه مرت علينا أيام على الشهداء الأبطال، أيام لا ترضى ولن تنسى بإذن الله. ونطلب من أهالي الشهداء وذويهم التحلي بالصبر، لأن الجنة مفتاحها الشهيد. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، مستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إيمان قوة إيمانه، قوة الله تعالى قوة إيمانه. الله نصر نصر نصرنا عليهم. نتمنى من الله دائما يكون في تكاتف بالمعارك، لأنه إذا ما صار تكاتف ومحبة وألفة ما بيصير نصر. وما النصر هو إلا من عند الله، بس صارت في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف، بس عند اللي بيتحدوا مع بعضهم بيتفقوا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله الله بيسره. نحن الحمد لله العالم كله مبسوط، العالم مش من أحسن من هيك، هذا نعم من عند الله. اليوم يعني إن شاء الله حرروا وادي الضيف ثلاثة خلاص و 12 ساعة الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله الله. أنتوا هو بالمعركة كنتوا تنزلوا وادي الضيف ما؟ لا شو كنا هون ما ننام، هلا الحمد لله حرر وصل فيها الغريزين. ان شاء الله نفرح بالنصر الاكبر سوريا حمدين. ان شاء الله سوريا كلها امين. اكبر في سوريا كلها سوريا رئيس الكلب بشار الكلب. رحلنا شباب بس بدا من الثوره اللي طال على وجه الله تعالى. ان شاء الله بدي ان شاء الله هيك الله يصرف الطاغي عنا. امين يا رب. آمين يا رب. اللي عامل حاله مع سوريا وضد المنع وضد الارهاب اول شهيد بيستشهد في وادي الضيف ابني مع الشيخ مراد ومن يالك احنا، وعندي ايام ما في غيره على ست بنات باعتوا على الجهاد، وان شاء الله رب العالمين اكرمني بعد منا رب العالمين اكرمني بعد لي توم بعد شهادته. الله بعت لي توم قال لي هي صبي بدل صبي رب العالمين وهي بنت زياده. الله اكبر. واخر ما نقول لكم ايها الابطال ايها الشجعان ايها المرابطون ايها المحررون ايها الاستهبيون ايها المجاهدون، سيروا الى الله، الله معكم، الله ناصركم، الملائكة تزفكم في الارض والسماء، اننا معكم حتى ينجلي هذا الظالم من ارض بلاد الشام الابية. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.